في الحياة بنقابل ناس وناس، وقالوا في المثل الناس معادن، فيها الأصلي وفيها التقليد وفيها المؤذي وفيها المفيد. ولأن الحياة من غير ناس ما تنداس، هنقابل كل يوم نوع من الناس، ناس ذهب وناس تانية لها العجب، ناس زي الفل بتحب الخير للكل، ناس جميلة تتصاحب وناس غريبة ملهاش صاحب، ناس لئيمة البعد عنها غنيمة، وناس رأية من النوع الفاخر، وكلها هيوصفها من الآخر دكتور عمرو الليسي في كلمة ورد غطاها. مفيش موقف إلا ويحشر مناخيره فيه، مفيش اتنين يتكلموا مع بعض إلا وتلاقيه نط وسطيهم عايز يعرف بيقولوا إيه، مفيش حد يتكلم في التليفون إلا وتلاقيه رامي ودنه عايز يعرف بيكلم مين وبيقوله إيه، وبدون ما بيكون مشترك في أي حوار أو يكون حد طلب منه إنه هو يقول رأيه في أي موضوع، هتلاقيه فجأة دخل على الخط وبيسألك إيه يا عمور، أنت لسه واخد على خاطرك من صاحبنا ولا إيه؟ ها؟ إلا قوله بالحق، هو عمل إيه معك بالظبط؟ إيه يعني اللي زعلك منه كده؟ الخلاف اللي بينكم كان عشان إيه بالظبط؟ ويفضل على كده يسأل ويتطقص ويجمع معلومات من هناك ومن هنا، وفي الآخر يدخل في يوم عليك المكتب ويقول لك على فكرة أنت غلطان يا عمور، أنت غلطان بجد في حق الراجل، أنا اتأكدت إنه ما كانش يقصد يزعلك، أنت اللي حورت الكلام وفهمته غلط يا أخي، لا لا أنت غلطان بجد، ولازم لازم لازم تصالح صالح، صالح زميلنا يا أخي ده راجل طيب والله العظيم، ولازم تصالحه، لا 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 لازم تصالحه والله، صالح صالح. وطبعا يكبر الموضوع، وبعد ما تدخل أخونا الحشري كبر الخلاف اللي مع صالح، وحلف يمين تلاتة إنه ما هيتصالح، كل ده بسبب الحشري اللي حشر نفسه في مشكلة صغيرة بين اتنين زملاء كانت ممكن تتحل في أي لحظة، بس تقولوا إيه في الناس اللي ملهاش في الطور ولا في الطحين، وتنزل كده زي البراشوت وتخربها وتقعد على دلع. سبحان الله، أو أنتوا كده ملكوش في الطيب نصيب، خير انت أعمل شر انت لقى، ومينوب المخلص اللي تقطيع هدوم بقى أنا اللي بخربها برضو يا شعم، ولا أنت اللي بتفتري على صالح الرجل الطيب؟ عجيبة والله العظيم عجيبة يا عب عزيز، اللي بيدخل بين البصلة وقشرتها بيحصل له إيه يا أخويا؟ ما ينوبوا إلا ريحتها، وهو ده اللي بيحصل دايما لما الناس الحشريين يا زيزو اللي زيك بيتبرعوا بالتدخل في حياة الناس ويقرروا يهدوا النفوس. الحقيقة بقى إن الحشري بيولعها أكتر، لأنه ما بيكونش اهتمامه في الأساس إنه يعمل خير لسمح الله، بتكون رغبته ومتعته بس في التدخل والتصنت والتسلط على حياة الناس. وإنت اللي زيك يا عب عزيز ما بيكونش فعل خير أبدا، بيكون فعل مشكلة، فعل أزمة، فعل مصيبة. مصيبة؟ هي وصلت لكده؟ مصيبة عمورة؟ طب أنا مش هتدخل بقى في اللي هيحصل لك من المدير ده، أنا عندي معلومات تشيب تشيب، وبكرة هتشوف. ومنتهى الذكاء يقدر أخونا عب عزيز الحشري إنه يجيب رجلك ويخليك تطلب بنفسك إنه يتحشر لك المشكلة، وتكون أساسا مشكلة تافهة، وتكون المعلومات الوهمية اللي عنده أونطة. بس هي دي بضاعة الحشري عب عزيز، هي دي أسلحته اللي بيستخدمها عشان يفضل كده طول الوقت حاشر مناخيره في كل حاجة، حتى في حياتك الشخصية وفي أدق تفاصيل علاقتك بمراتك وولادك كمان. ملكش حق بجد بقى، ملكش حق أخويا بقى يا راجل، تزعل الست الكمل أم عيالك اللي وقفت جنبك، اخص على كده بجد بجد اخص، لا والله العظيم اخص واحدة مش مقضية، اخصين تلاتة أربعة اخصات. وفجأة تلاقي صاحبك الحشري ده تسلل لحياتك الشخصية ودخل بيتك وقعد مع مراتك وحماتك عشان يعرف تفاصيل المشكلة، وطبعا طبعا غرضه يطفي الحريقة ويهدي النفوس، وفي النهاية يكون الحشري ده هو السبب في تحويل المشكلة إلى أزمة، لا كارثة، وتبقى الأزمة انفصال وطلاق وخراب بيوت. ويا أخ عبد عزيز لو سمحت عشان خاطري والنبي خليك في حالك، خليك في حالك يا أخي، الله ما حدش طلب منك تدخل في حياة الناس يا أخي، الله ما حدش عزمك يا أخي تحشر مناخيرك وتدلي بدلوك في كل مشكلة تحصل بين اتنين يا أخي، الله إيه الرزالة دي؟ يعني إيه؟ يعني هو ده جزائي يعني إن عايز أصلح الأمور وأوفق راسين في البتاع ده؟ لا يا عم عبد عزيز متشكرين خالص، أنت كده مش بتوفق راسين، أنت بتخبط راسين في الحيط، أنت بتعور أي راسين تحشر نفسك في حياتهم بدون ما حد يطلب منك، فاهم؟ فاهم ولا مش فاهم يا عبد؟ بذمتكم ده تقولوا له إيه؟ وتتصرفوا معاه إزاي؟ ابعتوا لنا تعليقاتكم على صفحة برنامج كلمة ورد غطاها مع عمرو الليسي، حكاياتكم مع أنواع الناس اللي بتقابلوها في حياتكم
هنتكلم عنها في كلمة ورد غطاها، ولغاية ما نتقابل تاني أسيبكم في أمان الله. كلمة ورد غطاها، دكتور عمرو الليسي، الكاتب الصحفي محمد الشبة، أداء الفنان أحمد صيام، إخراج تامر حسني.